أوضاع المرأة في السجون العربية خاصة مصر ولبنان، حيث تغيب كل القوانين الدولية المعترف أو غير المعترف بها، اختفاء قسري وتهم باطلة يراد منها تشويه السمعة في مجتمعاتنا المحافظة، إضافة إلى إهمال اختلاف السجين عن السجين نفسيا وجسديا. سنرصد لكم واقع تلك السجون وكيف تؤثر في أوضاع السجينات الصحية والنفسية. أما شباك الفنون فنخصصه لفيلم لهون وحبس وتجربة هشام حداد وشادي حنا من برنامج تلفزيوني ساخر إلى فيلم سينمائي. في شباك الثقافة سنتابع تطورات قضية الأديب المصري علاء الأسواني الملاحق من القضاء العسكري بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسي. هذا بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى بين مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها. حلقة جديدة ومتنوعة فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من العاصمة البريطانية لندن، وصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يرجح بعض الأشخاص أنها التقطت في منطقة ليتنستون شرقية لندن لملصق طريف على أحد صناديق البريد، ويشبه الملصق الرسائل التي يتركها رجل البريد عندما يخفق في تسليم أحد الطرود بسبب غياب صاحب المنزل. لكن الملصق يقول: نعتذر، فقد حاولنا أن نسلم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. وفي وسط الملصق كتب: لقد كذب عليك وعلى بلادك، لأن اتفاق الخروج ليس حقيقيا، وقد اتضح أننا نحتاج إلى الأوروبيين أكثر مما يحتاجون هم إلينا. تمر بريطانيا بأحد أسوأ أزماتها السياسية بسبب إخفاق حكومة تيريزا مي في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يرضي البرلمان. أما فيديو اليوم فيأتينا من العاصمة الكازاخستانية، إذ تغير اسمها اليوم من أستانا إلى نور سلطان بعد أن تقدم رئيس البلاد الجديد قاسم جومارت بمقترح لتخليد اسم سابقه عن طريق تغيير اسم عاصمة البلاد وإطلاق اسمه على شوارع أساسية في مختلف المدن ومنحه العضوية الفخرية في مجلس الشيوخ. وكان نزار بايف قد أعلن أمس قراره الاستقالة من منصبه، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار مشاركته في إدارة شؤون البلاد ومهمة نقل السلطة إلى جيل جديد من القادة. ومن المنتظر أن يؤدي توكايف مهام رئاسة كازاخستان حتى انتهاء ولاية نزار بايف وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في نيسان أبريل عام 2020. وفي مثل هذا اليوم من عام 2003 بدأت عملية غزو العراق، العملية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت حتى الأول من أيار مايو من العام ذاته. الهدف من العملية التي تعرضت للكثير من الانتقادات كان تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. وتسببت الحرب في خسائر بشرية كبيرة تعد الأكبر في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عقود عدة. وانتهت الحرب رسميا في 15 من ديسمبر عام 2011 عندما أنزل العلم الأمريكي في بغداد. الدورة الشهرية في السجون تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، يرصد واقع المرأة المصرية القاسي داخل السجون، إذ تغيب عنها أبسط متطلبات الرعاية الصحية الضرورية، إضافة إلى إهمال احتياجاتها الخاصة أثناء الحمل وبعد الإنجاب. سيكون لنا حديث عن الأوضاع
أوضاع السجينات في السجون المصرية وفي غيرها من السجون العربية، لكننا في البداية سنذهب إلى الزميلة رانيا الدريدي لنسمع معلومات وحقائق هامة تلخص لنا الكثير عن هذا الواقع القاسي. السجينات العربيات بين ظلمة السجون وظلم السجانين، فما تكشف من واقع السجون العربية يؤكد أن أغلب هذه السجون لا تراعي خصوصية المرأة كما تنص عليها المواثيق الدولية والتي تؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للسجناء. ونظرا إلى الطبيعة الخاصة للمرأة فقد أفردت لها القوانين الدولية بعض النصوص التي تتلائم وظروفها كسجينة، إلا أن معظم منظمات ومراكز حقوق الإنسان التي تهتم بوضع المرأة في السجون ما فتئت تعرب عن قلقها البالغ تجاه التجاوزات وما تصفه بالانتهاكات الصارخة لحقوق السجينات، اعتمادا على روايات بعضهن بعد مغادرة السجن في ظل شح للمعلومات والإحصائيات لما يجري داخل هذه السجون العربية أو المسالخ كما توصف. في مصر أطلقت مؤخرا منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة تحت عنوان الدورة الشهرية في السجون كمحاولة ضغط حتى يعترف القانون بالاحتياجات الخاصة للنساء. هذه الحملة تدعو قطاع مصلحة السجون إلى توفير الحاجيات الخاصة للسجينات دون مقابل، وهي حاجة أساسية جسدية وصحية للنساء، إلى جانب تهيئة الظروف الهيكلية للصحة داخل مرافق السجون. ودون أن نتجاوز هنا حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون المصرية، ففي تقرير يعود إلى عام 2015 صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار إلى أن مراكز الاحتجاز تعاني من اكتظاظ كبير للنزلاء تتجاوز نسبته 160%، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300%. أما في لبنان فتعاني السجون أيضا من نفس الأوضاع، وتتحدث منظمات حقوقية عن معاناة السجينات من ضعف إدماج احتياجاتهن الخاصة في الخطط والسياسات المعتمدة في التعامل مع احتياجات السجون، إضافة إلى الافتقار إلى معطيات مصنفة وفقا للجنس. ووفقا لعشرين منظمة عاملة في 4 سجون نسائية لبنانية مختلفة، أقرت جميعها بعدم رفع سقف السجن إلى معايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسجيل ضعف في مراعاة المواد الغذائية المقدمة للسجينات وعدم كفايتها للحفاظ على الصحة وعدم تأمين المواد الضرورية للاهتمام بالنظافة الشخصية. أنهي باليمن حيث ضعفت الحرب من مآسي السجينات، وتشير تقارير دولية ومواقع يمنية مهتمة بالوضع الإنساني إلى أن أغلب السجون تفتقر للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية. ونرحب بمحمد عادل سليمان المحامي والحقوقي المصري ينضم إلينا، ومن بيروت نرحب بنادين فرغل محامية وناشطة حقوقية لبنانية، وأيضا عبر الهاتف ستكون معنا شيماء أبو الخير صحفية مصرية. وأبدأ معك يا شيماء، مساء الخير. للأسف الموضوع الذي نتحدث عنه يعني موضوع مؤسف وحزين. بدي أبدأ معك بلوائح السجون في مصر. قرأت أنها تتعامل حتى اليوم مع المساجين بالتعريف أنهم ذكور يعني، وبالتالي حقوق النساء غير مدرجة. أين القضاء المصري من هذا الموضوع تحديدا؟ يعني هو للأسف اللوائح الخاصة بالسجون زي ما حضرتك ذكرتي بتتكلم على أن المسجونين هم تعرفهم بالذكور، وبالتالي بنجد أن ذلك بينعكس على اللائحة الداخلية للسجن نفسه، فبنجد أن الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالنساء هي مرتبطة فقط بالحقوق المتعلقة بفترة الحمل، والتي تبدأ تحديدا بتكون من الشهر الثالث فقط. يعني هم لا يعترفوا بالشهر الأول والثاني، يعترفوا فقط من الشهر الثالث، ولا يعترف اطلاقا بالحقوق الجسديه المتعلقه باحتياجات النساء للوازم صحيه وطبيه خلال الشهور العاديه حتى لو لم تكن حامل. وبالتالي بنجد ان هناك صعوبه كبيره جدا بتواجهها السيدات في السجون المصريه حسب ما اشار ورصد التقرير اللي بيعتبر يعني بشوف انه من اهم التقارير الخاصه باوضاع وحقوق المراه في مصر يمكن في الفتره الاخيره. لكن بنجد ان طبعا القضاء المصري حتى نفسه لا يتعامل مع ذلك، يعني لا يحترم ذلك، ولا حتى الأجهزة الأمنية. يعني بنجد أن هناك عشرات النساء اللي في الفترة الأخيرة تم اعتقالهم والقبض عليهم ووضعوهم في أماكن احتجاز غير ملائمة. بنجد أن من الشهادات التي تم نشرها خلال
الحملة الخاصة بهذا التقرير أشارت إلى أن عدد منهن كانوا يمرون بالدورة الشهرية اللي هي أمر صحي خاص بالنساء، نعم. ورغم ذلك لم يتم توفير لهم أي لوازم طبية ممكن يستخدموها. نعم. شيماء، مع أنه شيماء، مع أن القرار 468 الصادر عام 2017 عن وزارة الداخلية يتضمن المقررات الغذائية والمواد الواجب صرفها للمرضى المسجونين بمن فيهم يعني الحوامل، باستثناء يعني فقط الحوامل وليس النساء عامة، ومع ذلك إذا يتم تجاهل هذا الموضوع، لو اعتبرنا وهو أكيد أن القضاء المصري غير نزيه، طيب ماذا عن المجلس القومي للمجلس القومي أو مجلس المرأة؟ والله هو للأسف لا يختلف كثيرا، يعني المجلس القومي للمرأة في مصر هو إحدى مؤسسات الدولة المدنية، ولكن للأسف بنجد أن هذا الملف لم يطرح إطلاقا في أي من المناقشات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة، على الأقل المناقشات والأطروحات العلنية لهذا المجلس. وبنجد أن حتى في التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الحقيقة هناك شهادة، وهم ذكروا أنه حاولوا يتواصلوا، هناك تقرير صحفي نشر على موقع مدى مصر قالت فيها الصحفية أنها حاولت التواصل مع المسؤولين في المجلس القومي ولكنهم لم يجيبوا على أي من الأسئلة، بالعكس أخذوا الموضوع بالضحك الشديد. ويعني هو في الحقيقة الأمر هنا أعتقد أيضا مرتبط ب أن هذا الأمر والأمر متعلق بالدورة الشهرية عند النساء بيتم التعامل به في الحقيقة على أنه شيء سري أو شيء مخجل لا يجب على النساء أن تتحدث عنه، وبالتالي على المجتمع جميعا سواء نساء أو ذكور أو أطفال عليهم ألا يشيروا إلى هذا الأمر، فهو أمر مخجل رغم أنه أمر طبيعي، يعني هن خلقنا بهذا. صحيح. وهو تكريم لهم لأن هذا يؤدي إلى مساعدة النساء لاحقا في الإنجاب. صحيح. يعني تكوين المجتمع قائم على هذا الظرف. صحيح. الشهري الذي يمر به كل النساء. نعم. شيماء أبو الخير، شكرا جزيلا لك، إذا الصحفية المصرية كنت معنا عبر الهاتف. سأبقى مع يعني مع وضع النساء السجينات في مصر مع الأستاذ محمد عادل، لكن قبل ذلك أود أن أذهب إلى السيدة نادين وإلى لبنان. هل لبنان ولو من بعيد يبدو الوضع فيه يعني أقل سوءا من مصر بالنسبة للسجينات، أم أنه بيعانوا من نفس هذه التفاصيل التي تحدثت عنها شيماء والتي شاهدناها أيضا في التقرير؟ مساء الخير سيدتي. للأسف الوضع في لبنان ليس أحسن بكثير. السجينات تعتمدن بشكل أساسي على ما توفره له عائلاتهن من الخارج السجن، ولكن التقديمات في السجن محدودة جدا وتقتصر على الطوارئ الصحية أو الحالات المستعصية الصحية، ولكن أيضا الحد الأدنى من الرعاية اللائقة الصحية مفقود. نعم. نعم أستاذ محمد عادل، يعني لو تغاضينا أو تجاهلنا المعايير الحقوقية الدولية التي إن كانت مصر تعترف بها أو لا تعترف بها، لكن يعني أين تذهب التقاليد، خليني أقول العربية الإسلامية، في مجتمعاتنا المحافظة في التعامل مع المرأة، في التعامل مع السجينات؟ طيب في البداية أحب أوجه التحية يعني لزملائنا في المبادرة المصرية على لفت النظر حوالين هذه القضية الهامة، والتحية دي مش مصدرها بس الحديث عن وضع السجينات أو وضع أوضاع المرأة في السجون المصرية، ولكن نظرة المجتمع للدورة الشهرية في مصر بشكل عام. فكرة العيب المفروض عن حديث النساء عن أجسامهم واحتياجاتها الصحية اللي هي أمر هو أصل الحياة، يعني الدورة الشهرية هو أصل الحياة، لا يوجد تكاثر بدون دورة شهرية، وكل ست أم زوجة بنت أخت عندها دورة شهرية، ولكن يبقى الحديث عن الدورة الشهرية في المجتمع المصري حديث عيب. تباع الفوط الصحية بالمحلات والصيدليات في أكياس سوداء. صحيح. أعتقد أن هذا التقرير يلفت النظر بقوة حوالين
أهمية ملف صحة النساء وأجساد النساء بشكل عام، وده بيوضح اللي انت طرحتيه بيروح فين. ده من عاداتنا، احنا عاداتنا ضد الحديث عن هذا الأمر. نعم. تقاليدنا ضد الحديث عن هذا الأمر للأسف، وبناء عليه تحول انه في الحياة العامة تباع في شنط سوداء، في ورق جرايد ملفوف، تطلب باسم غير الاسم، لا تطلب إلا إذا كان المحل فاضي أو الصيدلية فيها ست بتبيعها. طيب ما بالنا في وضع أسوأ من ذلك وهو داخل السجون. صحيح. تحول لرفاهية في حين إن هي أصل من يعني هي ترتبط بارتباط الحياة بشكل عام وليس حياة النساء فقط. نعم، ولو أنه منعها ربما يؤدي الغرض بشكل عكسي، يعني أنه هن بيعتبروها زي الفضيحة إن لم يوفروا هذه الحد الأدنى، ستكون فضيحة أكبر يعني. لا، هو أعتقد إنه ما حدش فكر إن ده ممكن يكون فضيحة أكبر، ما هو ما حدش هيتكلم، الستات نفسهم مش هيتكلموا. عشان كده أنا بوجه تحية لزملائنا في المبادرة إن هم قدروا إن هم يتناولوا هذا الملف في هذه الظروف. يعني إحنا ممكن نفاجأ إنه الناس نفسها ضد الحديث عن هذا الأمر عشان هو عيب. نعم. مش كفاية بنتنا مسجونة فكمان هنبقى بنكلمها عن الإفاضة الصحية، في حين أنه يعني ده بيؤدي لمشاكل صحية كبيرة جدا للنساء، بيؤدي لمشاكل مستمرة، التهابات يعني لا يمكن علاجها بعد كده وتؤدي لأمراض صعبة. لكن صحيح. وضع النساء في السجون في مصر مش مقتصر فقط على حرمانهم من حق أصيل وهو المطالبة بفوطة صحية، لكن الفوطة الصحية بتيجي مع الزيارة. نعم. طيب لو زيارة أخرت معناه أن الأهل مش هيقدروا يجيبوا. نعم، وأنا بدي أحكي عن هذا الموضوع غير اجتماعياً. اجتماعياً أستاذ محمد عادل، لكن قبل ذلك نتوقف مع رأي الشارع، حيث سألنا مواطنين لبنانيين إذا ما كانت السجون تراعي حاجات المرأة الصحية والنفسية. نستمع ونعود. طبعا لا، السجون ما بتراعي نهائيا، بتكون اي رعايه لصحه المراه ولبيئه البيئه اللي نحن عايشين فيها بلبنان. فالسجون بعد ناقصه كثير عنا، ناقصه كثير، لابد من المشاكل، لابد من الناس انه تتعاقب تبقى بالسجن. بس السجون عنا بحاجه كثير لرعايه، بحاجه كثير لرعايه من النسائيه وحتى للمساجين للرجال، يعني بحاجه كثير لعنايه، نتمنى يهتموا ويعتنوا فيها. يعني لابد من الناس انه اللي عنده أغلاط يكون بالسجن ومسجون، بس السجون عنا كتير تعتير بالمرة. لا، لأنه أكيد ما حيهتموا فيهم، لا صحيا ولا شيء. الدولة أرادي مش كتير بتهتم بشعبة تهتم بالسجون. سنو. ما بعتقد، هني يراعونا برا العالم البرات السجون قبل ما يراعوا العالم بالسجون، فما بعتقد. بلبنان بشكل عام السجون ما بتراعي، لأنه عندك نقص بالبنى التحتية، عندك نقص بالإدوكيشن، بالثقافة. بعدنا ننظر للسجين أنه هو شخص ضد المجتمع، يعني ما عندنا حتى لو جهزته كإنفراستركشر بدك خطوة تانية لتعتبره شخصة أهله ليفوت بالمجتمع. ما بعتقد بس قصة النسوان، الليديز والجنتلمان كمان اثنيناتهم ما عندهم، ما في بنية تحتية لا ثقافية ولا إنفراستركشر بلبنان. أبداً أبداً، ما هو سجن جوا سجن أصلاً. أكيد لا، لأنه بتطلع المرأة مريضة نفسيا أكثر عنا بلبنان غير برا. برا بيأمنوا لها العناية النفسية والصحية. فإذا استمعنا إلى بعض هذه الآراء. ست نادين، يعني هناك إجماع بأنه اهتموا فينا برا السجن لحتى يهتموا بالسجناء، يعني هناك تقصير عام. خليني أقول، هل يمكن للمجتمع المدني في لبنان أن يحل محل الوزارات والهيئات المختصة المقصرة دائما في هذا المكان؟ جوابا على سؤالك وتعقيبا على المشاركات التي استمعنا إليها الآن، من نافل القول أن السجون في لبنان ليست مكان إعادة تأهيل كما يجب أن تكون، وليست حتى أماكن عقاب، بل هي أسوأ من ذلك، هي بمثابة بؤر لزيادة الجرائم والفساد في لبنان. نعم. نتيجة سوء أوضاع المساجين داخل السجون. أما بالنسبة لمساهمات المشاركات
المجتمع المدني، فهي مساهمات إنسانية محدودة لا يمكنها تغطية الحاجة إلى أبنية جديدة، إلى سياسة جديدة متعلقة بالسجون تركز على إعادة تأهيل السجين، تأمين حياة لائقة له. كل ما يمكن للمجتمع المدني أن يفعل هو نوعا ما تخفيف معاناة المساجين وتأمين الحاجات الأدنى لهم، ولكن بالطبع لا يغطي غياب الدولة وتقصيرها في هذا المجال. نعم نعم للأسف. أستاذ محمد عادل أعود إليك، وكنا نتحدث قبل قليل عن الظروف الاجتماعية أيضا المحيطة بحياة السجينات، وهون بحب أسألك يعني شو الحل، لأنه غالبا يعاملنا كمنبوذات وبالتالي من عائلاتهن طبعا ومن المحيط والمجتمع، وبالتالي السجينة لا تحظى بنفس عدد الزيارات التي يحظى بها السجين، وبالتالي لا تحصل على هذه الاحتياجات التي تندرج ضمن الحد الأدنى. عندكم أرقام أو إحصائيات عن نسبة السجينات المنبوذات داخل السجن من عائلاتهن؟ للأسف ما فيش في مصر تعاون كامل ما بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني، طبعا اسمحوش لينا بزيارات ميدانية للسجون، فقط يسمح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون والتأكد من صلاحية الطعام. فكما شاهدنا جميعا يعني الفيديوهات اللي بتطلع انه موجود سمك وفراخ ولحمه ورز ومكرونه، والمرضى على الشازلونج بيعالجوا اسنانهم، كل هذه الامور اللي بتحصل قدام الكاميرا فقط يعني. لكن ما عندناش اي تواصل بيننا وبين وزاره الداخليه باي شكل من الاشكال عشان نقدر نعرف اوضاع المساجين بشكل عام والمراه بشكل خاص، ده مش موجود. الأزمة الأكبر اللي بتواجهها النساء في السجون هي فكرة أنه عدد سجون النساء في مصر أقل من عدد سجون الرجال. نعم. فبالتالي في ما يطلق عليه التغريبة، يعني أنه بيكون الشخص متغرب موجود مثلا من القاهرة فيروح سجن القناطر وده حظه كويس، لكن في حاجات تغريبات بتكون أكبر من كده، أنه بيروحوا من محافظة لمحافظة تانية، وده بيحط قيد تاني مش قيد النبذ الاجتماعي اللي هو ما نقدرش نرصده وما نقدرش نقول هو موجود او لا، لكن بيحط قيود على الزيارة نفسها، بتكون مكلفة جدا، بتكون صعبة جدا، بتحتاج وقت اكتر وبتحتاج مصاريف اكتر، فبالتالي بتكون قدرة الاهالي نعم. على التواصل في الزيارة اصعب. نعم. دي بنقدر يعني أصبحت دلوقتي ملحوظة لأنه المساجين السياسيين الذكور بيتم تغريبهم، فبقينا عارفين إزاي ده صعب وإزاي في نعم. كلفة عالية أستاذ محمد، وإزاي ده ما فيهوش سهولة. نعم أستاذ محمد، أيضا المركز القومي يعني عندما سئل عن موضوع الدورة الشهرية تحديدا في مصر وكيفية التعامل معها في السجون، قال أنه هن حاليا فقط عم بيشتغلوا على موضوع الغريمات أو المديونات يعني اللي بحاجة إلى نعم. وهو المجلس بيتكلم على فكرة الغريمات، المسجونين علشان مديونين ماديا أو عليهم إيصالات أمانة أو مديونيات مالية يعني نعم. طيب أنت عايز تطلعهم من السجن، طب المسجونات نفسهم وضعهم عامل إزاي، بيكون شكله إيه، التعامل معهم بيتم إزاي، توفير الرعاية الصحية لهم شكلها إيه. يعني في ما يعرف في السجن النسائي بالفحص المهبلي، وده بيتم علشان يتأكدوا ان مفيش تهريب لمخدرات او خلافه اثناء الزيارات، ويساهم في نقل الامراض العوده من بالظبط العوده من المحاكمات يعني نعم. بتنزل، وده بيحصل للرجاله وللستات بالمناسبه، بس الرجاله مفيش فحص مهبلي لكن بيسيبوهم في اوضه لمدة 3 أيام علشان يتأكدوا أن هم نزلوا كل اللي في معدتهم، لكن الستات علشان إمعانا في الإذلال والتعرض لأجسادهن بيتم إجراء فحص مهبلي، واللي بيحصل من قبيل يعني سجانة واحدة أو ممرضة واحدة أو طبيبة واحدة نعم بدون تغيير الأدوات، وبتتنقل من نعم بدون أي تغيير نعم أدوات بس يعرضهم لأمراض. أرجو أن تبقى معنا أستاذ محمد عادل. ست نديم بدي أسألك عن موضوع التهم، قرأت مقال عن تعرض سيدتين سوريتين وربما تتعرض لبنانيات كثيرات أيضا لنفس هذه التهمة، تهمة السيدتين أنهن تجولن
في أوقات ممنوع التجول فيها للغريب أو للأجنبي، والسوري أجنبي في لبنان، لكن التهم التي ألصقت بهن كانت الدعارة لتشويه السمعة. أدي هذا الشيء فعلا دقيق وأدي موجود في لبنان؟ سيدتي، أولا للأسف لم أسمع بحالة مماثلة، ولكنني لا أستغرب الأمر كثيرا، فإن القرارات التي تمنع تجوال الأجانب كما تسميها بعض البلديات هي قرارات غير قانونية. لذا حين يعمد المخفر في البلدية المعنية إلى توقيف أحد الأجانب، وفي الحالة المعروضة سيدات، لا يمكنه ذكر هذا القرار إذ إنه غير قانوني، فيتم إلصاق بهم تهمة أخرى. نعم. لذا لم أرى هذه الحالة بالتحديد، ولكني لا أستغربها. نعم، إذا يعني تشويه السمعة. ولكن سيدتي ممكن التعليق على. تفضلي. أكيد. نعم. تفضلي. ممكن التعليق على مشاركة الزميل. كنت تتحدثون عن معاناة النساء والسجون البعيدة. للأسف هنالك ظاهرة في لبنان، وأنا أكيدة أنها موجودة أيضا في بقية البلدان العربية، إن كان سجن رجال أو نساء، اللواتي تتعذبن أكثر من جراء السجن هن النساء، لأن من يعتني من الخارج بالسجين في الداخل، إن كان هذا السجين أو سجينة، هن النساء. لذا السجن عقاب أيضا لعائلة المسجون، وهذا العقاب يقع بشكل أكبر على الشريحة النسائية. لذا إن كان سجن نسائي أو رجالي، العواقب أعلى على النساء. نعم صحيح. إذن سيد محمد عادل، يعني كيف يبرر القضاء المصري، السلطات المعنية، حتى وإن كانت غير مطالبة بالتبرير، لكن اليوم هناك تقارير دولية تتحدث عن هذه الفضائح في السجون فيما يخص موضوع النساء، يعني بالوقت يلي في هذه التقارير موجودة والإعلام يتحدث وسجينات سابقات بعد أن أطلق سراحنا تحدثنا بصراحة، يخرج يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم العالمي للمرأة ويقول إن المرأة هي رمز القوة والعطف والنبل والشجاعة والحب والجمال، يعني بأي عين؟ لا ده نسأله هو، يعني هو نفسه اللي يتسأل بأنهي عين هو بيقول الكلام ده، وهو عنده يعني هو بيتكلم كده عن المواطنين، بياخد الناس بالحضن وبيحبهم وبيوفر لهم كل حاجة، وفي نفس الوقت بيعمل كل العكس تماما. يعني هو يعني دي مشكلة تبدو عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفعل عكس ما يقول أو يقول عكس ما يفعل، أيهم يعني. لكن احنا عندنا الوضع على الارض للسجناء بشكل عام في غايه السوء. اهميه التقرير اللي احنا قدامه ان هو بيتكلم عن حاله مش يجب توفيرها، طبيعي ومنطقي انه تكون متوفر للنساء ما يضمن حقوقهم، فاحنا عندنا او يضمن صحتهم او يضمن انه يعني ما ينفعش نسجن الناس من غير ما يكون عندهم حمام، ما ينفعش نسجن النساء من غير ما نديهم قوات صحيه، يعني ده منطق. يعني في الجسم بيخرج ما يزيد عن حاجته، فالستات لتكوينهم البيولوجي عندهم كل شهر دوره شهريه لازم تخرج من الجسد، ما فيش واحده تقدر تمنعها ان هي تنزل، ما فيش واحده بتتحكم في ميعادها. صحيح. ده الامر الجسمي اللي بي 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 بيفرضه على. صحيح. السيده نفسها. يعني فاحنا بنتكلم على توفير الحدود الدنيا من الرعاية الصحية للنساء داخل. نعم. السجون. أستاذ، هو أمر لم يكن مطروح قبل ذلك، يعني. نعم. احنا قبل كده كنا نتكلم على. نعم، المحامي والحقوقي المصري محمد عادل سليمان، أعتذر على المقاطعة لكن انتهى الوقت المحدد لهذه الفقرة. أشكرك جزيلا على المشاركة، ومن بيروت أشكر أيضا نادين فرغل المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية. فاصل ومن بعده ستكون لنا وقفة مع الفيلم اللبناني لهون وحبس في شباك الفنون. سنتابع تطورات قضية الأديب المصري علاء الأسواني في شباك الثقافة. ونتعرف على آخر أخبار عالم التقنيات والابتكارات في شباك التكنولوجيا مع سلمى ناصر.
والآن إلى شباك هاشتاغ وجولتنا اليومية في مواقع التواصل الاجتماعي. نذهب اليوم إلى فلسطين ليطلعنا مراسلنا في القدس أحمد جرادات على أبرز الرسوم والمواضيع التي تفاعل الفلسطينيون معها. مساء الخير يا أحمد، ماذا لديك اليوم؟ مساء النور ديما. يعني نستطيع القول أنه منذ الأمس وحتى اليوم هناك موضوعين اثنين سيطرا على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطيني. هناك مثلا حادثة استشهاد منفذ عملية سلفيت، وأيضا الحادثة الأخرى وهي ارتقاء شهيدين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليهما مساء أمس. يعني نبدأ من استشهاد منفذ عملية سلفيت. هناك العديد، نستطيع القول أن هناك مئات بل آلاف التغريدات منذ الأمس وحتى اليوم التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع نائلة الوعري التي قالت في تغريدة لها عبر موقع فيسبوك بأنه سلام عليك يوم ولدت ويوم قاومت ويوم استشهدت، استشهاد البطل عمر أبو ليلى بطل عملية سلفيت رحمه الله، ولا نامت أعين الجبناء. هناك يعني كان هناك استخدام لوسم عملية سلفيت. أيضا بالنسبة للصحفي معاذ حامد قد قال في تغريدة له أيضا على موقع الفيسبوك بأنه قبل قليل نشر جيش الاحتلال صور عمر شهيدا، يريد الاحتلال مزهوا أن يوصل رسالة للفلسطينيين أن مصير عمر ينتظرهم في حال اقتدوا به، لكن من شاهد هذه الصور يتيقن من أن الاحتلال لم يقتل عمر في اشتباك مباشر بل قتله بثلاث قذائف عن بعد. وحدات اليمامة العسكرية وهي وحدات داخل الجيش الإسرائيلي لم تقتحم المكان إلا بعد التأكد من استشهاد الفتى، ومن ثم يخرج نتنياهو مهنئا جيشه وأجهزته الأمنية على هذا النجاح بحسب معاذ حامد. أيضا تيسير أبو رشيد قال في تغريدة له وأرفقها بصورة أيضا لعمر أبو ليلى بأنه نزرعك في فلسطين لتنبت ألف عمر، استشهاد البطل عمر أبو ليلى بعد اشتباكه مع الجنود الصهاينة في قرية عبوين قرب سلفيت المحتلة. إذن هذه كانت جزء وعينة بسيطة جدا من آلاف التغريدات التي تحدثت عن هذا الموضوع، حيث أنه استشهد عمر أبو ليلى بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بمحاصرة مكانه في قرية عبوين في الضفة الغربية، وذلك بعد أن نفذ عملية قبل ثلاثة أيام عند مستوطنة أرييل الواقع على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت وأدت إلى مقتل جندي ومستوطن وإصابة آخر، ونجح يعني عمر بالانسحاب رغم وجود أعداد كبيرة من قوات الاحتلال من مكان العملية، ولكن بالأمس وصلت إليه قوات الاحتلال. بالنسبة لاستشهاد شابين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، هناك حالة من الغضب شهدتها الضفة الغربية وأيضا مدينة نابلس على ما جرى بالأمس، حيث بحسب شهادة شهود عيان ما جرى في نابلس هو عملية قتل بدم بارد وعملية فقط إطلاق النار باتجاه الشابين دون أن يقوموا بأي شيء. بالنسبة لحسين خاطر خويطر فقد قال في على موقع الفيسبوك وداع مهيب للشهداء زيد نوري ورائد حمدان في نابلس، وأرفق فيديو للجنازة نشاهد بعض المقاطع منها. هذا الفيديو يعني كان جزءا من تشييع الشابين في مدينة نابلس، حيث كانت هناك جنازة مهيبة وأعداد كبيرة من المواطنين شاركوا في تشييع الشابين، وأيضا حالة من الغضب سادتها المدينة والإضراب العام. في الحديث أكثر أيضا كان عن عملية الإعدام الميداني، فقد قال خالد جمعة
أن ما حدث في نابلس الليلة الماضية لا يمكن أن يمر دون أن يقوم الإعلام الفلسطيني بحملة دولية لفضح هذه الحادثة تحديدا. وهذا ما جرى حسب شهود عيان. كانت السيارة الحمراء قادمة من شمال نابلس، وعندما رأت حاجز الجيش توقفت تماما، فأطلق الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 رصاصة تجاه السيارة، ولم يكن هناك إطلاق نار من جهة السيارة. بعدما اتجهت الجرافة الإسرائيلية داست عليها عدة مرات، وهنا يقصد على السيارة، والناس كانوا يسمعون صراخ الشباب قبل أن يسكت صوتهم تماما. وبعد ذلك قامت الجرافة بتقليب السيارة عدة مرات، ثم أخرجوا الشابين منها وتركوهم على الأرض لأكثر من ساعتين. هذا ما كتبه خالد جمعة. نعم، شهود عيان كانوا متواجدين أثناء ما جرى. نعم، وماذا عن الموضوع الثاني؟ يعني هناك موضوع آخر، وهو حراك بدنا نعيش، حيث سيطر خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم هذا الوسم بدنا نعيش على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا في فلسطين. هذا الوسم الذي تحدث عن مظاهرات انطلقت في عدد من المناطق في قطاع غزة. هناك من أيد هذه المظاهرات، وهناك من تعاطى على أن هذه المظاهرات تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في قطاع غزة. ولكن عن صفحة بدنا العيش كتبت تغريدة لهذا اليوم، قالت فيه: نزل الناس في قطاع غزة إلى الشوارع ورفعوا شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، هل هذا كثير على أهل غزة؟ استخدم هنا وسمان، الوسم الأول بدنا نعيش وهنا غزة. مطالب المحتجين في قطاع غزة: تخفيض الضرائب التي تفرضها حماس على المواطنين، وأيضا توفير عدد من فرص العمل. إضافة لأن ما جرى في غزة، هناك اعتداءات، إن كانوا اعتقالات لصحفيين فلسطينيين، واعتداءات أيضا على كتاب، وكان هناك اعتداء على دكتور عاطف أبو سيف وهو روائي فلسطيني وأيضا أحد الناطقين باسم حركة فتح. إيهاب الجريري كتب بأنه: ألف سلامة يا عاطف، ألف سلامة يا بلد، عندما تعرفت عليه كان ما زال يدرس لنيل درجة الدكتوراه في واحدة من أهم الجامعات الإيطالية، وهي جامعة تخرج قادة سياسيين لكل دول الاتحاد الأوروبي. كان دائم الفرح والأمل، وكل ما من يعرفه يعرف أن ابتسامته لا تفارق وجهه. هذا الوجه شوهته السياسة والأحقاد الفصائلية والعمى الأيديولوجي. دكتور عاطف أبو سيف روائي مهم والمتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة أصيب بالكسور ورضوض في اليدين والرجلين وجروح في الوجه وتكسير في الأسنان إثر اعتداء مسلحين تابعين لحركة حماس عليه في قطاع غزة، واستخدم أيضا وسم بدنا نعيش. إضافة لأنه رائد العطل قال في تغريدة له عبر، وهي يعني تغريدة يعني شهدت الكثير من التفاعل مع هذه التغريدة والانتشار، هناك من أيدها وهناك أيضا من عارضها، قال في على موقعه وعلى صفحته على الفيسبوك: إعلان براءة بعد سلسلة التجاوزات في غزة وهيمنة شريعة الغاب ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس ورفضها لكل صيحات العقلاء، أعلن انسحاب التام والفعلي من حركة حماس والإخوان المسلمين وخروجي بشكل مطلق من الحركة وتشكيلاتها الإدارية والتنظيمية وبراءتي أمام الله من أي بيعة متعلقة بعنقي. نعم. إذن يعني كانت هذه أبرز المواضيع التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين. نعم، أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربية، شكرا جزيلا لك. أما الآن وشباك الفنون والفيلم اللبناني لهون وحبس من بطولة الإعلامي اللبناني الساخر هشام حداد، مقدم برنامج لهون وبس، ومن إخراج شادي حنا وتأليفه بمشاركة تانيا صعب وجاد بوكرم والشيف أنطوان الحاج ونجوم لبنانيين آخرين. الفيلم الساخر تصدر شباك التذاكر في لبنان ويحكي عن سجن هشام حداد وعدم قدرته على دفع الكفالة المالية. نتابع. لهون حبس فيلم سينمائي جديد ينطلق من فكرة البرنامج التلفزيوني الساخر لهون بس. أحكام قضائية قدمتها مجموعة من المشاهير تعرض لهم مقدم البرنامج هشام حداد كانت السبب في إلقاء القبض عليه وحلول زميله جاد بوكرم مكانه، كل هذا في قالب كوميدي ساخر.
فكرة بلشت عند شادي حنا، فكرة انه ينعمل تجربة لهون وبس تتحول لفيلم سينما. كنا متفقين على انه الشيء اللي رح يخلينا نحسم قرارنا اذا بنعمل هيدا الفيلم تحديدا ولا لا، هي قديش العالم اللي هشام بالبروجرام بيعلق عليهم او بيعلق على شغلهم بطريقة مهضومة، قد ايه حيكون عندهم قابلية لفكرة انه يكونوا جزء من الفيلم. كل شيء صار يجر بعضه، يعني من اول سطر تكبيب السيناريو وبعدين الكل بكر بين بعضه، بس بعدين انا الاكسبيرينس تبعيتي كيف بعرف دوزن القصص ورجلج القصص وحطها واخلق الحبكه مع السيناريو كيف فوتهم، هيدا اكثر شيء انا ركيت عليه. يعني هيدا فيلمي انا، هيدا شغلي، هيدا حياتي، هيدا غير موضوعي، بيشبق يعني هيدا ابن لهون وبس ولهون وبس، هو كل شيء بالنهايه لإلي انا. كلهم بالفيلم عم يلعبوا ادوارهم هن، عشان كان الكاميوز كلهم اللي مرقوا اللي قصدي الي ورشال وكلهم عم يلعبوا دورهم حتى هشام، انا الوحيد اللي عم بلعب دور غير لانه عم باخذ دور الشرير. حبك يا لطيف عم بصري بالفنجان. عدد من الشخصيات التلفزيونيه المعروفه والتي كانت موضوع حلقات لهون وبس تشارك في العمل، منها أشرف أنطوان والكوميدي توني أبو جودي والإعلامي إلي حوشان وغيرهم. فيها ريسك بمحل ايه ما بكذب عليك، يعني قلت انا انه بركي كان بشكل مش مزبوط الفيلم، انا بالنتيجه ريبورتر سياسي ففي صورتك بمحل معين، بس عندي ثقه كان بالمخرج شادي حنا، كمان ثقه انه هشام ما حيقبل يكون بفيلم ما يكون عن جد مهضوم. شخصيتي هي جنى لها دور اساسي بمساعده هشام يطلع من الخبصه، يرجع برنامجه، يخلص المخطوفين، بتكون هي عندها هي رئيسه مافيا اذا بديك، عندها اندر جراوند مافيا، جاية هي بيها صار معه حادثة تشبه حادثة هشام، وصارت هي كل حياتها بس هدفها انه تساعد العالم المظلومة مثل ما صار بقصة هشام وليه هو انحبس. اتصلوا فيي انه بدي يسوي برنامج، ولا ما ترددت دغري لانه قلت لهم شو بيح في البرنامج، انه بس قالوا لي هشام بيكون بالحبس، قلت لهم اوكي. تسلم جاجو، انت برو. الكوميدي الحلوة يلي ما بتشوفيها وين ما كان صراحة، يعني هيدا الفيلم رح يذكرك بأسأل فيلم، رح يذكرك بالأبسورد كوميدي، رح يذكرك بقصص مثل نيكد جان، مثل فلومي على صعيد انترناسيونال. وينضم إلينا من بيروت شادي حنا الذي أخرج فيلم لهون وحبس وألفه أيضا. مساء الخير شادي، أبدأ معك بسؤال، من يقرأ عنوان الفيلم يظن أنكم ستتحدثون عن السجون اللبنانية والتوقيف التعسفي الذي يطال عشرات اليوم الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي وطبعا والناشطين سياسيا وكل هذا، ليكتشف أنه فيلم كوميدي ساخر. كيف إجت الفكرة؟ كيف بلشت الفكرة؟ هلا لنبلش انه الاخبار اللي عم توصل عن لبنان انه في توقيفات كتير مضخمه، هي منا هالقد، هذا موضوع تاني. لنبلش بالموضوع تبع الفيلم، هذا موضوع اساسي. فكره الفيلم هديك السنه هي ايه بس مضخمه، هول الاخبار عم توصل مضخمه مش هالقد، وصارت مره من شهرين وما صار غيرها. اوكي anyway. نحكي عن الفيلم. الفيلم هو طلعت الفكرة وقتها هشام هديك السنة صار عليه دعاوى من عالم ما حبوا كيف حكي عنهم بالبرنامج، وعملنا حلقة انه هشام بفوت على الحبس وجاد بياخد محله، وبيجي هشام لابس بدلة انه هو بالسجن. من هون انا طلعت الفكرة، قلت لهم شباب عندي فكرة، ليه ما بنعمل فيلم بيكون هشام بالحبس بياخد جد محله، وتبلورت لصارت الفيلم هلأ لهون وحبس. نعم. طب البرنامج لهون وبس ناجح جدا وإله شعبية كبيرة، شو بيضيف الفيلم للبرنامج أو شو بيضيف البرنامج للفيلم؟ الفيلم هو منبثق من البرنامج، بس منبثق من روحية البرنامج. يعني عم نحكي العالم يلي نحنا نتطرق لهم بالبرنامج، مثل الشيف أنطوان، مثل رشال كرم، مثل كل اللي بيبينوا بالفيلم،
مرتكزين على البرنامج، بس هو بس تحضريه هو فيلم قصة، يعني قصة بمعنى الكلمة، سكريبت منحوت ليكون فيلم سينما، ليكون كوميدي عالمية، ليكون كوميدي مين ما كان فيه يفهمها، وأكيد بيفهموه أكتر وبيضحكوا أكتر العالم اللي بيعرفوا لهون وبس. نعم، ولو أنه اللجوء لشخصيات واقعية تمثل في الفيلم أدوار بالحياة مثل صحفيين وأعلاميين وشيف ومشارك طبعا في برنامج لهون وبس، بيعطي الانطباع وكأنه الفيلم كزدورة مشوار تسلية يعني بين بعض أكثر من أنه فيلم سينمائي. فكيف قدرت تسيطر على الجو؟ أول شيء هو فيلم سينمائي، في هود الأشخاص يلي هن عم يلعبوا حالهم، يعني إذا نحكي بهوليوود في زولاندر يعني بن ستيلر جاب جاستن بيبر، جاب ستينج، جاب العالم يلي هن لعبوا حالهم بالنهاية، بس هو فيلم سينما، قصة كاملة متكاملة يعني منحوطة نحت. نفس الشيء لهون وبس، هو تسلية، ايه هو اتس كوميدي، مش عم نعمل انه تسليه، انه يعني كوميدي، العالم بفوتوا بيضحكوا من كل قلبهم وبيطلعوا مبسوطين، تمهم يعني كبير، وجههم عم يضحك كل الوقت بقى. ايه بس هو قد اليوم لنكون واضحين هو فيلم. نعم، قد اليوم الاحباط ان كان بلبنان او بالمنطقه كلها بيوصل الناس لدرجه انه فعلا هي تقبل على الكوميدي الساخر اكثر من يعني السينما، ما بدي اقول الجاده، لكن السينما اللي فيها الأد دراما تراجيديا الى اخره. هلا اذا انا ببلش من حالي، انا ماني محبط، انا انسان الدنيا مش سيعتني، بس اذا بنحكي على المنطقة فيها أحباط، وبلش يصير في تجارب كوميدية بالمنطقة، بمصر، بالمغرب العربي، حتى بالخليج، على الأحباط اللي عم بيعشوا العالم والكبت السياسي، الكبت كل أنواع الكبت، بس عم بيعبروا عنهم بالكوميدي، وهذا شيء كتير حلو. أنا بلاقي أنه شيء كتير حلو وصحي، لأنه ما حدا منا بده يحمل ويقوس، ما حدا منا بده يقتل، نحن بدنا نضحك، نحن بدنا نفرج العالم انه عن جد نحن بدنا نكون عالم عايشة وعم تضحك مبسوطة، نقبل حالنا، نقبل بعضنا، ما بقى بدنا حدا يقمعنا بشتى أنواع الوسائل. نعم شادي، هناك انطباع بما أنك فتحت موضوع السخرية ومقاومة القمع بالسخرية منه، إذا بدك هناك ملاحظة عامة أنه اليوم هامش الحرية أمام هي السخرية السوداء صار أضيق من قبل، أضيق من 6 أو 7 أو 8 سنوات، بتوافق هالشي؟ بمناطق بالعالم العربي صح، بس بلبنان صار أوسع أبدا. يعني أنا بلبنان أنا بحترم حالي، بحترم المشاهد، وأكثر من هيك بحترم دولتي مع كل القصص اللي عم بتصير فيها، مع كل الفساد اللي عم ينحكى فيها اللي هو صحيح، بس بحترم لأنه من شان هيك أنا عندي مارجن حرية أكبر، لأنه أنا ما رح، أنا من حالي ما رح أتخطى اللياقة، ما رح يعني أنا ما بدي أتهاجم مع حدا. نعم، حتى على لو كل حال أنا شخصيا ما بدي أتهاجم مع حدا. نعم، لكن على كل حال يعني شكرا جزيلا لك، بس نوضح أيضا أنه كتار من الموقوفين واللي توقفوا ما تجاوزوا اللياقة ولا تجاوزوا خطوط الحمراء الدنيا، يعني خلينا نحكي كان أكيد توقيفهم ظلم. دي أشكرك، برجع بقلك أنه مضخم شير. نعم، برجع بقلك أنه مضخم الأخبار اللي وصلتكم، أنا إنسان حر ماني مع حدا، بس لنكون واضحين من بس نحن ما عايشين بعالم منفصل شادي، نحن بلندن بس عنا أصدقاء ببيروت وننزل على بيروت وأكيد صحيح. مخبرينكم الأخبار مضخمة، هي مش هالقد في أوكي. عالم توقفوا ما لازم يتوقفوا صحيح، بس منا إبيداميك، منا موجة. ايه نعم، بس لنكون واضحين يعني. نعم، شكرا جزيلا لك شادي حنا، إذا كنت معنا من بيروت.
فاصل ومن بعده سنتابع تطورات قضية الأديب المصري علاء الأسواني في شباك الثقافة. وآخر أخبار عالم التقنيات والابتكارات في شباك التكنولوجيا مع سلمان ناصر. وسيكون لنا في شباك المال حديث عن أجهزة الصراف الآلي، سنطلع على تاريخها وكيف تربح البنوك من خلالها. استكمالا لموضوع نقاشنا الأساسي لليوم، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي على موقع تويتر السؤال التالي: هل تراعي السجون حاجات المرأة الصحية والنفسية؟ رويدة رجب تغرد: نحتاج إلى مراعاة حاجاتها خارج السجن أولا. ومشارك يقول: أعتقد أن السؤال المناسب هو هل تراعي المرأة حالة السجون الصحية والنفسية؟ ومشاركة: نعم، بلدي تهتم بهن، لذلك تم إنشاء مستشفى للأمراض العقلية والسجن، ولذلك لدينا أكثر من 2000 فتاة وسيدة في السجون والإخفاء القسري، وأنا واحدة من هؤلاء البنات وأشعر أني سأموت من القهر. ماجد: وهل راعت المرأة حاجات الرجل الصحية والنفسية والعقلية والجسدية؟ عبد الله: نعم، يراعون المرأة لكن ليس كما يراعون بعض الطغاة. إذن هذه الآراء تعبر طبعا عن أصحابها. شاركونا آراءكم كل يوم عبر منصات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا جزءا دائما من النقاش. والآن إلى شباك الثقافة، ونفتحه اليوم على جدل يتصدر المشهد الثقافي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي: علاقة المبدع أو المثقف أو الفنان بالنقد. تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة النقاشات بين فنانين ومعجبين بأعمالهم وبين النقاد. كان لافتا للانتباه تجاوز النقاشات حدود اللباقة، فوصلت حد الشتم والتخوين. يرجح بعض الأشخاص أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت في هذه الظاهرة، بينما يرى آخرون أن ارتفاع مستوى بعض الأعمال العربية ومشاركتها في كبرى المهرجانات أفقد صناعها القدرة على تحمل النقد. نتابع. وينضم إلينا من بيروت نديم جرجورة، الكاتب والناقد السينمائي اللبناني. مساء الخير نديم. أنت ناقد سينمائي معروف جدا بالعالم العربي، ربما يكفيك مقال واحد تنتقد فيه سلبا
فيلم ما ليمحوا عشرات المقالات التي تمدح فيها عشرات الأفلام أيضا، صحيح؟ لا ما بعتقد، يعني ما بظن هالقد المسألة بتكون هيك، لا مش هالقد النقاد يعني بيقدروا يمحوا أو يعني، لا مش هيك أكيد، لا مش أنت تمحي، ردود الفعل هو ردود الفعل قصدي إذا بتنتقد فيلم لمخرج تمحي لك حسنات المديح اللي مدحته يا بعشر مقالات يمكن. هلا هذا الشيء بيرجع، هذا الشيء بيرجع للشخص او المخرج او صانع الفيلم او يلي عمل شارك بفيلم او شيء، هذه مسالته ومشكلته هو، لانه بالاخير انا بعمل قناعاتي، يعني بقدر احاول قد ما في انه يكون عم بحاول قد ما في ميز بين انه شو الفيلم عم بيقدمه كموضوع وكمعالجه وكشكل سينما وكله على بعض بذات المستوى، وبذات الوقت بقدر يعني يكون إلى جانب الفيلم أو ضد الفيلم بحال صار في نوع من شيء له علاقة برات الفيلم. يعني وقت اللي بصير في حملات ضد أفلام معينة، حملات بتصير إنه ما إلها علاقة بالسينما، ما إلها علاقة بكيفية معالجة الموضوع يلي مختاره الفيلم، هيدي أنا شخصيا يعني أنا شخصيا ما بقدر أسكت عنها. وقت يلي بتعرض فيلم لحملة حملة سياسية أو حملة اجتماعية أو تخوين أو شتائم أو شيء، أكيد ما بقبل، لأنه بالأخير نعم كل فيلم قابل نقاش. نعم، بما أنك حكيت عن هذا الموضوع، يعني في قضية نادين لبكي مثلا استخدمت أمور شخصية لانتقاد فيلمها، مثل أنه هي استخدمت كممثلة عن دور المربية المنزلية، المربية المنزلية الخاصة بها، مثل أنه والله ما دفعت بما فيه الكفاية للطفل السوري. يعني هذه الأسرار اللي لها علاقة بالعمل السينمائي، هل يجوز استخدامها لاحقا لإدانة الفيلم؟ أكيد لا، أكيد لا، أنا ما بستعمل هذه الأشياء، لأنه هذه مسائل ما كتير بتعني لي. يعني أنا وقت اللي أنا بهمني الفيلم، أكيد طبعا بكتير أوقات الواحد لازم يعرف خلفية الفيلم كيف انعمل، بمعنى أنه من وين جاب تمويل، كيف صارت قصة المعالجة، كيف صار مثلا طريقة التعامل بين المخرج والممثلين. هيدي أسئلة هي كتير قريبة للنقد أكتر ما هي قريبة لشي تاني. أنا بالنسبة لي النميمة والأخبار الموجودة بالكواليس ما كتير بتعني لي، ما بيهمني ابدا نادين لبكي كيف تعمل، نادين لبكي او غير نادين لبكي، بس انه بما انك طرحتي اسم نادين لبكي يعني مع محفظ الالقاب طبعا بفيلم كيف تعاملت مع الخادمه او كيف تعاملت مع الشاب الصبي الصغير او كيف، هيدي مسائل انا بيهمني النتيجه. يعني هذا الفيلم وقت يلي بيتعامل مع موضوع معين انا بحاول قد ما في اني ناقش هذا الموضوع موضوع كموضوع وكشغل سينما، وبالتالي وقت صارت الحمله، صار في حملة على فيلم نادين لبكي وقت اللي أخذت الجائزة مباشرة، وقت أخذت أول جائزة بهرجان كان جائزة لجنة التحكيم سنة 2018، صار في حملة ضد الفيلم، ضد الفيلم وضد نادين لبكي قبل ما ينشاف الفيلم. أنا بالنسبة لي هذا شيء كتير غلط. نعم، وهذا ما حصل، يعني وهذا ما حصل أيضا مع المخرج السوري طلال ديركي مع فيلمه الأبناء والأبناء. كثيرون لم يشاهدوا الفيلم، لكن سمعوا أنه طلال أخذ فقط وجهة نظر واحدة وكأنه يحابي النظام، وأيضا تعرض لحملات تخوين. للأسف أنا كنت بتمنى اليوم تكون معنا نادين ويكون معنا أيضا طلال لا يحكوا بهذا الموضوع، بس اكتفينا اليوم بالنقد السينمائي. بس أنت برأيك أو شخصيا بتفكر أحيانا أنه ليش الآن هذه الحملات عم بتكون قاسية لهالدرجة، عم توصل حد التخوين؟ أكون صريح كتير معك بهذا المحل، في توتر كتير كبير عم بيصير بالعالم العربي، لأنه في كتير إشياء عم بتخلي الناس، كل الناس من دون استثناء، أنه يعيشوا توتر له علاقة بالوضع يلي عم بيعيشوه يوميا. بعتقد كتير واضح هذا الشيء، في وضع كتير سيء، في وضع كتير مزري، في كتير وضع مش ضابط، وفي نحنا يعني مش نحنا مش أنا بس نحنا كعالم عربي مش معودين على النقاش هيك البسيط، النقاش الواضح، النقاش الهادئ. كلنا متوترين أحيانا وكلنا هيك بنفوت بجدل، بيصير بهذا الجدل بيخلي الواحد يبطل يشوف الأشياء يلي أنا بالنسبة لي هي أهم. نعم. يعني نحنا عم نمرق بمرحلة كتير صعبة،
في 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 جرائم عم ترتكب بحق شعوب معين، مش حق شعوب، مش بس بحق افراد. فبالتالي وفي اصلا سنوات طويله من القمع ومن التضييق ومن المنع، هيدي كلها مسائل انا يعني بفهمها. بس كمان بذات الوقت انا بذات الوقت كشخص عم بجرب قد ما فيه يكون مستقل عن كتير اشياء، بحب وبجرب وبحاول انه وقت اللي بدي ناقش فيلم بناقش شوي على مسافة من كل هيدي القصص. بس بتفهم كتير منيح يلي عم بيصير لانه الوضع كتير مزري وفي توتر. بس السينما كمان يعني إلى حق انه نحكي عن السينما، وإلى حق السينما انه نناقشها كسينما. نعم. بكل مجالاتها، مش يعني انه عم نحكي بس كلغة سينمائية. السينما هي موضوع، وكيف نعالج الموضوع، كيف نحكي عن الموضوع، كيف اخترنا هالشخصية، كيف ركبنا هيدي الشخصية، هيدا كله قابل للنقاش. المهم نحاول قد ما فينا، عم بقول نحاول قد ما فينا انه نناقش هيدي الاشياء يعني اكبر قدر ممكن من الهدوء. نعم. والمهنية. العالم العربي خاصة انه صار والمهنية طبعا وسائل التواصل الاجتماعي كلها نقاد يعني. اذا نديم جرجورة من بيروت كنت معنا، الكاتب والناقد السينمائي، شكرا جزيلا لك. من باريس، أعلن الناشر الفرنسي لكتب الأديب المصري علاء الأسواني يوم أمس أن الكاتب المصري الشهير ملاحق قضائيا في بلاده بتهم إهانة الرئيس والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية. وقالت دار نشر أكت سود في بيان لها إن الاتهامات الموجهة إلى علاء الأسواني تستند إلى مقالات يكتبها في موقع دوتشيفيلي العربية وإلى روايته الأخيرة جمهورية كأن التي تروي أحداث ثورة العام 2011. ولم تعلن السلطات الرسمية بعد أي ملاحقات قضائية بحق الكاتب الأسواني، إلا أن مصادر قضائية إضافة إلى منظمة غير حكومية تدافع عن حرية التعبير أكدت أن شكاوى قدمت بالفعل أمام القضاء. نتابع. ومن القاهرة إذن أرحب بآدم ياسين الناقد الفني المصري ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. مساء الخير إذن آدم. آدم، يعني علاء الأسواني ملاحق في مصر قضائيا من النيابة العامة العسكرية وليس هناك أي بيان رسمي بهذا الشأن، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ يعني الموضوع ده تكرر لو حضرتك تاخدي بالك مع الفنان عمرو واكد من فترة، ان برضو يعني أذيع ونشر وقيل وكتب، ونفس الفنان عمرو واكد تفاعل ان هو مقدم للمحاكمة العسكرية او يعني مطالب ان هو يمثل امام النيابة العسكرية، وذلك بعد بعض التويتات الأخيرة اللي هو انتقد فيها النظام المصري. ثم بعد ذلك ظهر موضوع علاء الأسواني، وعلاء الأسواني بقاله سنين دلوقتي بيكتب في موقع دويتش فيلا زي ما حضرتك تفضلتي، ورواية جمهورية كأن رفضت طباعتها في مصر. نعم. وطبعت دار الآداب اللبنانية هي اللي نشرتها، يعني لأن الرواية لم يكن الرقيب المصري يحتمل الرواية والنقد الحاد اللي ظهر لكل ما أجهزة الدولة المصرية. يعني رواية جمهورية كأن لا تدين فقط رأس السلطة ولكن تدين أيضا الهيئة القضائية والشرطة وكل. نعم. كل وهي منعت في جميع الدول العربية باستثناء تونس والمغرب ولبنان. ولبنان بطبيعة الحال لأنها منشورة طبعت هناك. نعم. يعني الموقف ممكن يعني من خبراتي بما يحدث في مصر، الموقف هنا ممكن ان في محامي بيتقدم، بيبقى يسمى المحامي الصالح او المحامي الشريف زي المواطن الصالح، يتقدم من تلقاء نفسه ببلاغ بيحركه طبعا حد في احد الاجهزه، يعني سخافيا على احد، ان دي تكنيك بتستخدمه الاجهزه المصريه. المحامي ده يرفع قضيه ما على او يقدم بلاغا ما ضد مبدع ضد روائي ضد كاتب،
اتهامات عدة، يعني اتهامات أخلاقية، اتهامات نعم سياسية. عادة آدم يعني ما بدنا نكون كتير متفائلين، لكن عادة بهيك أزمات مع كتاب ومثقفين، هل ثمة تداعيات ما في الشارع على الأقل، ردود فعل، هل من جرأة على تحريك دعوة ما أو بيان ما؟ لا، الشارع خلاص يعني المجال العام مغلق، يعني الموضوع مش محتاج كلام. يعني عشان تجد يعني علاء الأسواني اوريدي بيتعرض لتضييق بقى له فتره، صالون او صالون ممدوح حمزه اللي كان بيستضاف فيه بشكل شهري تقريبا الغي من سنتين لثلاثه. فلا، المجال العام مغلق، وما اظنش ان رجل الشارع معني او مهتم او تحركه مثل هذه القضايا، وخاصه ان في تكنيك بتلجا اليه الاعلام او بيلجا اليه اعلام الدوله ان هو يشوه هذه الشخصيات بشكل منهجي ويبتدي يخلق عداوات ليه، حتى تجد عداوات مع من يسموا بالثوار او من يطلق عليهم ان هم دعاه التغيير، تلاقيهم عندهم خصومات مع علاء الأسواني نفسه على خلفيه، يقول لك ما انت رحت فيرمونت ودعمت مرسي، لا ده انت دعمت السيسي في البدايات، لا ده انت رحت بره ودافعت عن قضيه 30 يونيو، فبتدي تصفيه الحسابات دي تخلي الشخصية مؤهلة بعد كده ان اي حاجة ضد هذه الشخصية، زي ما حصل مع خالد يوسف مثلا على سبيل المثال، وأزمة الفيديوهات التي سربت له اللي هي مصرحة نعم فترة آدم طويلة، اوريدي كان خالد يوسف يعني مهدر دمه نعم قبل آدم ما حصلش تفاعل يعني. نعم آدم ياسين الناقد الفني المصري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. والآن موعدنا مع أنا العربي، منصتنا على الإنترنت، ونعرض من إنتاجها اليوم قصة عن مساءلة مواطن بريطاني رئيس البرلمان بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن التقاه بالصدفة في أحد الشوارع. نتابع. You said in January that Parliament can't rely on old precedent. والآن إلى عالم التقنيات والابتكارات وشباك التكنولوجيا مع الزميلة سلمى ناصر. مساء الخير سلمى. مساء النور. كيفك اليوم؟ تمام. شو عنا؟ اليوم حنحكي عن الروبوتات وعن الجدل الراهن حالياً، هل فعلاً الروبوتات ستحيل البشر إلى البطالة؟ ولكن أول خلينا نشوف تقرير ونرجع للنقاش. بسرعة وهدوء تتحرك قافلة من الروبوتات الصغيرة تعرف طريقها جيداً في مسار محدد لنقل آلاف السلع المطلوبة من مجموعة أمازون العملاقة. أكثر من 100,000 روبوت جندتها أمازون في جزء كبير من مستودعاتها حول العالم.
نرى تغييرات كبيرة في مجال الروبوتات والتشغيل الآلي كل يوم. هو مجال رائع وممتاز، وأود أن أقول إن هذا عصر ميلاد الروبوتات، إنه العصر الذهبي للروبوتات. مثال حقيقي للتعاون بين البشر والآلات يتجلى في مركز أمازون بستاتن آيلاند الذي يعمل على مدار 22 ساعة في اليوم بوجود أكثر من 2000 موظف. ما خلقته السينما من تصورات عن الروبوتات قد يبدو قصة خيالية لكنها خرافية. قتل الآلة الإنسان وعمله مجرد خرافة، وأعتقد أنه كلما بحثنا عن الموضوع تعلمنا أكثر. نحن مثال رائع، فقد أوجدت الروبوتات وظائف جديدة. رأي قد يخالفه كثيرون ممن يخافون أن تحل الروبوتات محل الإنسان في نهاية المطاف، إلا أن الجميع يتفق على أن عصرا جديدا للروبوتات قادم لا محالة. سلمى رهيب، يعني مستودعات أمازون قد ايه ضخمة، و أنا ماني متخيلتها لهالدرجة، فشو المهام اللي ممكن البشر يقوموا فيها بهي المستودعات؟ لأن إحنا مثل ما شفنا بالتقرير يمكن كان فعلا في انسجام بين البشر والروبوتات أو الآلات. دور الإنسان في هاي المستودعات توجيه أكثر، يعني بوجه الروبوتات وين تروح، خصوصا إنه بيكون مستخدم أدوات ذكاء صناعي. مثلا لو صار في عنا عطل في أحد الروبوتات، عطل في البرمجة، بيكون دور الإنسان إنه يصلح هذا العطل. إذا مثلا في عنا أمور بدها شوية تفكير، مثلا إنه في عندك زبون طالب كذا طلب، الروبوت ما حيقدر يفرق، فبيقوم الإنسان بتجميع هاي الطلبات مرة واحدة لإرسالها. فهي أغلب مهام الإنسان بتكون في المستودع. والروبوتات شو الوظائف تحديدا يلي أدخلت على أساسها أو دخلت عليها؟ هلأ الروبوتات في مستودع أمازوني كانت تقوم بكل شيء، تقوم بالتوصيل، بالتغليف، بالتعليب، بالفصل بين الطلبات. ولكن بشكل عام الوظائف اللي دخلت على الروبوتات كتير. احنا شفنا مثلا في مجال الصحة، شفنا الروبوتات قدرت تعمل عمليات دقيقة جدا في شبكات العين، أحيانا في الأوعية الدموية. في مجال الصحة كمان شفنا الروبوتات اللي دخلت تقدر توصل الأدوية، تدخل في مجرى الدم مع مجرى الدم أو تقيس الضغط أو دقات النبضات، وتقدر توصل الأدوية للعضو المصاب دونا عن غيره. هذا كان شيء جدا كبير. الذكاء الاصطناعي والروبوتات قدرت تتنبأ بأمراض مثل السرطان وأمراض مثل الشلل الرعاش قبل الإنسان. من هيك شفنا روبوتات مثل مثلا المذيع والشرطي، وشفنا روبوت المعلم الأثر جدري كبير، لأنه التربية هي تربية، التعليم هو تربية وتعليم وليس تعليم فقط، فكان في مجالات عدة الروبوتات فعلا. نعم. إذا سلمى أيضا في عنا موضوع عن الحافلة، صحيح، في سنغافورة. هذا موضوع آخر بالذكاء الاصطناعي ولكن عن حافلة ذكية. فقد اختبرت سنغافورة حافلة ذاتية القيادة داخل حرم إحدى الجامعات التكنولوجية. الحافلة الكهربائية التابعة لشركة فولفو مكونة من طابق واحد يمكنه أن يتسع لثمانين راكبا في غضون ذلك، ستخضع حافلة أخرى ذاتية القيادة إلى تجربة ثانية في مستودع حافلات يديره مشغل النقل العام في البلاد، لتنضم الحافلتان إلى أصول في النهاية إلى أصول مركبات النقل بلا سائق الذي سيبدأ العمل به في حلول عام 2020. إذن شو ميزات هذه الحافلة بالضبط؟ ببساطة هي الحافلة هي حافلة ذكية كهربائية وذاتية القيادة. لما نحكي عن حافلة كهربائية، أنت هون بتوفر بالطاقة، كمان بتوفر ما بتستخدم البترول، وبالتالي بتحافظي على نظافة البيئة. هاي حافلة ما بتطلع صوت، فبالتالي لا تصدر أي نوع من أنواع الضوضاء. كمان هي تتسع لثمانين شخص، وبالتالي بتقلل الازدحام. ولو بتقولي حافلة ذاتية القيادة، يعني أنت بتقدر تبرمجيها قبل ما تطلع، بتكون عارفة مسارها بالضبط، وبالتالي بتكون دقيقة جدا. وغير هيك الحافلات ذاتية القيادة بشكل عام بتقلل من حوادث السيارات، خصوصا انه بقول اخر دراسه بتقول انه لانه الحافلات ذات القياده الخطا بيكون فيها اقل من الخطا البشري، خصوصا انه هلا صارت تقدر تشوف العوائق، تشوف السيارات الثانيه، تقدر تتحدث مع بعضها، فهي اهم ميزاتها. لكن بضل اكيد الانسان اوعى من او ربما نسق اكثر هي مساله ثقه وتعود. اكيد تطلعي بحافله بلا سائق فيني ما في مشكله عادي، ما في اي مشكله. سلمى شكرا كثير، ونلتقي الأسبوع القادم إذا مع مزيد من التكنولوجيا. فاصل ومن بعده سيأخذنا مراسلنا حازم كلاس في جولة في طهران للاطلاع على يوم النوروز أو رأس السنة الفارسية.
وسيكون لنا في شباك المال حديث عن أجهزة الصراف الآلي، سنطلع على تاريخها وكيف تربح البنوك من خلالها. يحتفل الإيرانيون في 20 آذار مارس من كل عام برأس السنة الفارسية، احتفال يتشاركون فيه مع عدد من الدول والقوميات. الاحتفالات بالنوروز تتم وفق عادات وتقاليد متعددة، فما هي وكيف تبدو إيران عشية نوروز؟ مراسلنا حازم كلاس والتفاصيل. أصوات قرع الملاعق والصحون تسمع في كل مكان، هي إشارة إلى قرب العام الجديد، تقليد لم يعد موجودا إلا ما ندر في إيران، إلا أن البعض لا يزال حريصا على نقله لأجيال لم تشهد. هو تعبير ونشر للفرح، وبالنسبة للأطفال فرصة لملء صحونهم بالحلوى. اقتراب النوروز يعني اقتراب الربيع، وهنا يعني الكثير من العادات والتقاليد تتشارك إيران فيها مع دول وقوميات أخرى كالكرد. شهر شمبسوري أو الأربعاء الأحمر تقليد لا يفوته الإيرانيون، يقفزون فيه فوق النار ويوثقون بدء احتفالاتهم برأس السنة الإيرانية. المفرقعات والألعاب النارية باتت حاضرة بقوة أيضا، خاصة في السنوات الأخيرة، إلى جانب بالونات الأمنيات التي تسعد الكبار والصغار. العادات والتقاليد أمر مهم جدا، خاصة في تربية الأطفال، ونحن حريصون على توضيحها لهم من خلال هذه الاحتفالات. العام نوروز أو بابا نويل الإيراني غاب مع الأيام عن أزقة وشوارع المدن الإيرانية، لكن وجوده يسعد الجميع هنا أيضا، وكذلك الحال مع طقوس أخرى ككسر الجرة لإبعاد الطالع السيء كما كان يعتقد البعض في الماضي. إذا كانت بعض طقوس النوروز قد تلاشت مع الأيام، فإن الإيرانيين حريصون على الحفاظ على معظمها، يعلمون أبنائهم في المدارس ما ذهب منها ويمارسون ما تبقى في منازلهم. لا يخلو مركز تجاري في إيران من زينة النوروز. أمام سفرة الهفتسين أو السينات السابع يحرص كل إيراني على التقاط صورة، كحرصه على شراء مستلزماتها المليئة بالرموز والمعاني والتي تنتشر بكثرة في الأسواق. سفرة السينات السبع رمز للعام الجديد، وتضم 7 أشياء تبدأ بحرف السين بالفارسية، منها السماق الذي يرمز لطلوع الشمس، والسيب أي التفاح رمزا للصحة، والسير أي الثوم رمزا للقناعة، والسكة أي النقود المعدنية رمزا للرزق وغيرها، ويضاف لها السمك الملون الذي يسعد الأطفال، والقرآن للتوكل على الله. الحاج فيروز تجده في كل مكان في إيران مع اقتراب النوروز، بلباسه اللافت وأغانيه يرسم البسمة على الوجوه. هي طقوس يعطي الحفاظ عليها هوية للشعوب وإن اختلطت الثقافات في ظل العولمة. حازم كلاس، العربي، طهران. والآن إلى قصة أخرى من إنتاجات أنا العربي، والقصة تأتينا من محافظة أسيوط جنوبي مصر، ومقطع لمجسم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد المدارس أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع. أنا
أنا النهاردة خطيته عشان اللي عنده أي مشكلة نحلها، بس لوحدي مش هقدر أعمل أي حاجة، لازم نحط إيدينا في إيدين بعض. معايا يا شباب؟ معايا. انتوا مش عارفين ان انتوا نور علينا؟ والله صحيح، عشان كده حولتوا كل الصحراء اللي موجودة في كل مكان في الأرض إلى أرض زراعية، وعطيت كمان أرض للشباب والفلاحين ومسلكوا مدن جديدة وأسيوط جديدة، وعملت لكم كمان شقق وفرشتها كمان. دي مشكلة كبيرة بس لازم تساعدوني فيها، عشان السفينة تمر وتمشي في البحر وما تاخدش وقت كبير لازم نحفر قناة السويس الجديدة. هتحفروا معايا يا مصريين؟ بس انا معيش فلوس، هتدوني فلوس؟ هم دول المصريين اللي بجد، طول ما انتوا حاطين ايدينا في ايدين بعض مصر هتبقى ام سوريا واكل سوريا. بيكم يا مصريين. والآن إلى شباك المال. ككل أربعاء سيحدثنا الزميل إقبال تليلي عن أجهزة الصراف الآلي. إقبال مساء الخير. مساء النور ديما. نحن نعرف أن الصراف الآلي هو آلة نراها تقريبا كل يوم في وفي كل مكان، خاصة في الدول الكبرى في العالم العربي، ولكن القليل جدا يعرفون كيف تشتغل هذه الصرافات ومن يمولها، لماذا هي منتشرة بهذا العدد في عواصمنا العربية وعبر العالم. طبعا نبدأ بالتاريخ، يعني هذه الصرافات بدأت منذ أكثر من 50 عاما بقليل هنا في لندن، ولكن ليس في العاصمة لندن بل في ضواحي العاصمة لندن، وتحديدا في ضاحية أنفيلد، حيث يعني قامت بنك باركليز بتدشين أول صراف آلي مثل ما نرى في هذه الصورة. ولماذا كان في ضاحية لندن؟ لأن كان بنك باركليز متخوفا من أن يصاب هذه الآلة بالعطب وتشكل إشهارا سيئا لهذا البنك. وسريعا سريعا ما انتشرت هذه الصرافات الآلية عبر العالم. لماذا يستثمر الناس في هذه هذا المجال؟ يعني البنوك لها مصلحة كبيرة جدا في الاستثمار رغم ما تكلفه هذه الصرافات الآلية عبر يعني لها ماليا. اولا لان هذه الصرافات تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وبالتالي فهي يعني تمكن البنوك من تقديم خدمات لحرفائها وزبائنها ل 24 ساعة، وكذلك هي تعوض الكثير من العمالة داخل البنوك، وبالتالي رغم ما تكلفه هذه الصرافات الآلية على البنوك، ولكنها في المجمل هي توفر على البنك الكثير والكثير من الأموال. وكم تبلغ العمولة إقبال عادة؟ يعني هي تختلف من بلد لآخر، ولكن يعني هنا مثلا في بريطانيا العمولة تقريبا هي في نصف جنيه استرليني لكل عملية سحب النقود، وتصل إلى حتى يعني جنيه ونصف استرليني. في أمريكا تصل إلى 5 دولارات كاملة، ولكن تبدأ يعني من دولار ونصف. في الدول العربية تقريبا هي من ثلث أو ربع دولار طبعا، وحسب إذا عم تسحب من البنك تبعك أو من داخل الفرع أو من خارج الفرع أو في مدينة أخرى إلى آخره، تختلف العمولات، ولكن هذه هي الأسعار التي تتداول. وطبعا البنك هو من يدفع ويختار أن يدفع الحريف أو الزبون هذه العمولة، أو هو يدفعها نيابة عنه. وفي كل بلد تختلف، وطبعا حسب العقد الذي يربط الزبون بالبنك الذي يضع فيه أمواله. نعم. وأدي آلات الصراف الآلي أو الـ ATM منتشرة في العالم العربي؟ يعني قبل أن نذهب إلى هذا، يعني فقط معلومات بسيطة. الصراف الآلي نفسه هي آلة تقريبا يبلغ سعرها 40,000 دولار أمريكي، يمكن أن تحوي إلى ما يصل إلى 200,000 دولار عندما تكون ممتلئة بالنقود. هي فيها 200,000 دولار أمريكي، يعني نشتريها ب 40,000 ويجي مع 200,000. لا يجي معها. هذا يعني طبعا ما يضعه البنك، ولكن هذه معلومة أخرى لا يعرفها الكثير. أغلب الصرافات الآلية الموجودة في العالم لا تمتلكها بنوك بل يمتلكها أشخاص عاديين. نحن هنا مثلا في بريطانيا بإمكان أي شخص
أن يشتري صرافا آليا الآلة ويضعها في أي مكان يريد أن يضعها فيه، ويعني يتعاقد مع بنوك حتى أو مع شركات توزيع أموال حتى تضع فيها الأموال وهو يربح منها العمولة. طبعا هو يجب أن يسهر على هذه الآلة، على سلامتها، على عدم تعرضها للتخريب والنهب، ولكن العديد من الأشخاص الطبيعيين جدا يعني مثلي ومثل أي شخص بإمكانه الاستثمار في هذه الأموال. هناك شركات كذلك موجودة في الاتحاد، في دول الاتحاد الأوروبي، في الدول العالم العربي هناك شركات، ولكن أغلب الصرافات الآلية هي مملوكة للبنوك. ويعني هذه بعض الأرقام حول الصرافات الآلية في العالم العربي. أكثر بلد عربي موجود فيه صرافات هو السعودية ب 74 صراف آلي لكل 100 ألف شخص، وفي أسفل الترتيب نجد مصر بثلاثة صرافات آلية فقط، ولكن هذا رقم عام 2004، يمكن يعني هذا آخر رقم وجدناه يعني في الموقع الرسمي للبنك الدولي الذي يعتبر عدد الصرافات الآلية في كل دولة هو مؤشر يعتمد عليه في تقييم وقف الزمن بال 2004. يبدو أن يعني مصر وتونس يعني لاحظنا حتى تونس عام 2004 هو آخر رقم، فيما أما يعني بقية الدول هو الرقم يعني يتراوح بين 20 إلى 60. المعدل العالمي تقريبا 40، أن يمكن أن نرى يعني في الصورة التي بعدها المعدل العالمي لعدد الصرافات الآلية هو 43. أكثر بلد في العالم فيه صرافات هو كوريا الجنوبية بأكثر من 270 صراف آلي لكل 100 ألف شخص. أقل بلد في العالم هو أفغانستان بصراف آلي وحيد لكل 100 ألف شخص. يعني فقط للطرافة هناك صراف آلي موجود في قاعدة أمريكية في القطب الجنوبي، يعني هذا يعني مثير. يعني كانت الصرافات الآلية حتى زمن قريب جدا في التصاعد والتزايد في كل دول العالم، ولكن منذ بروز البطاقات التي يمكن دفع بدون يعني الكونتاكتلس يعني بدون بدون اللمس، فإن عدد الصرافات تراجع كثيرا. نعم أقبال سيدي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. قبل الختام نطلع على بعض مواضيع حلقة الغد. جيل الشباب الجزائري سيكون محور موضوعنا الأساسي، إذ سنناقش المطالب التي وحدت الشباب الجزائري الذي خرج في مظاهرات ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، إضافة إلى آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية. وسنطلع على أعمال الفنان الفلسطيني أكرم وعرة الذي يحول قنابل الغاز التي يطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى أعمال فنية فريدة. وسنذهب إلى لبنان حيث أقيمت فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة من تنظيم مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون. نختتم حلقتنا كالعادة، والشباك السعيد يأتينا اليوم من الدوحة ومهرجان الطائرات الورقية، إذ توجهت أنظار آلاف القطريين والمقيمين في العاصمة القطرية إلى مئات الطائرات الورقية التي زينت سماء ساحة إحدى الحدائق الضخمة في الدوحة. وانطلق مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية في نسخته الثالثة بمشاركة فرق من 18 دولة وبإقبال الآلاف للتمتع بالأجواء الحماسية. يتنافس هذا العام ما يزيد عن 80 مشاركا دوليا على فئات المهرجان الأساسية للطائرات الورقية. شكرا للمتابعة، نلتقي غدا الساعة 3 بتوقيت غرينتش والخامسة بتوقيت القدس. إلى اللقاء.